والآن رحبوا معي بالسيدة ميا موتلي رئيسة وزراء دولة باربادوس. أصحاب السعادة، سيداتي وسادتي، أيها المؤقرون، اسمحوا لي أن أشكركم بدأ بدء فخامة الرئيس السيسي على حفاوة الاستقبال وعلى كل العناية التي حظينا بها في بلدكم الكريم. كذلك أود أن أهنئ سايمون ستيلر الأمين التنفيذي، ونحن فخورون بدوره كأمين تنفيذي للاتفاقية الأممية الإطارية حول تغير المناخ. لقد أتيت إليكم أيها الحضور الكريم لأتحدث عن بعض الأمور، وقد استمعنا إلى عدد من الكلمات الواضحة، ولا أحتاج أن أكرر وأقول أن الخيار بين أيدينا، فكل المتحدثين على هذه المنصة قد عرجوا على ذلك، ولا أحتاج أن أكرر وأقول بأن مؤتمر الأطراف هذا هو الذي يحتاج منا العمل. كلنا كمجمع ومحفل قلنا هذه الفكرة، لا أحتاج أن أكرر مدى شناعة الأضرار التي أرخت بظلالها على كوكبنا على مدى 12 شهرا منذ لقائنا في غلاسكو، ورأينا الفيضانات الكارثية التي شهدتها باكستان وموجات الحرارة من أوروبا إلى الصين، بالإضافة إلى ما شهدناه قبل أيام في إقليم الدمار الذي حل ببيليس جراء إعصار ليسا، وكذلك الفيضانات التي عرفتها سلوشا. لا نحتاج لنكرر كافة هذه الأمور لأن الصورة كفيلة بتبيان واقع الحال، ولكن ما نحتاج القيام به هو أن نفهم ونستفهم لماذا؟ لماذا لا نتحرك ونحرز التقدم إلى الأمام؟ 1.5 درجة مئوية من أجل البقاء على الحياة لا يمكن أن تبقى كلمة فضفاضة، ولا أفتخر بأن أضطر إلى تكرار هذا الرقم مرارا. فلدينا القدرة الجماعية بأن نحدث التغير التحولي. نحن في البلاد التي أنشأت الأهرام، ونعلم ما معنى أن يتم اجتثاث العبودية والاسترقاق من حضارتنا، كما نفهم تمام الفهم كيفيات إيجاد لقاح خلال سنتين عندما تلم بنا جائحة. كذلك نعلم كيفية إبلاغ شخص إلى القمر، والآن نسعى إلى بلوغ المريخ، ولكن الإرادة السياسية البسيطة التي نحتاجها ليس فقط من أجل الحضور إلى هذا المحفل والتفوه بالوعود، بل أن ننجز المشاريع ونحدث الفارق الإيجابي في حياة أولئك الذين ألقوا على عاتقنا مسؤولية خدمتهم. يبدو أن هذه الإرادة صعبت علينا وعجزنا في إنتاجها، وأتطرح معكم السؤال: كم من الأمور الأخرى ينبغي أن تطرأ حتى نتحرك؟ ليس هناك بساطة في العملية، وأنا آتي من دولة جزرية صغيرة لديها طموح كبيرة، ولكن لم تتمكن من بلوغ تلك المطامح الكبيرة لأن الاستراتيجية العالمية الصناعية فيها شروخ كبيرة، وقدرتنا على النفاذ إلى السيارات الكهربائية، أو قدرتنا إلى إعمال التكنولوجيات الكهربائية أو الألواح الشمسية تشملها العديد من القيود، والبلدان القادرة على تصنيعها فإنها تقوم بذلك، ودول الجنوب تبقى رهينة لدول الشمال في كل هذه القضايا. ولا يتوقف الأمر هناك، بل سمعنا إلى السيد ألغور يتحدث عن الفروق في الفوائد المفروضة على الديون
والمقارنة بين الشمال والجنوب، وأطرح السؤال: كم من الأشخاص ينبغي أن يصدحوا بأصواتهم قبل أن يتحرك أولئك الذين في وضعيتنا ويمكن أن يتفعلوا ويحركوا مدراء البنك الدولي والبنك إعادة البناء والتعمير وما إلى ذلك من مؤسسات مالية منها صندوق النقد الدولي؟ كم إذن من البلدان ينبغي أن تخفق وتتردى، خاصة في عالم صرنا نرى أنه اليوم يعاني من تبعات الحرب والتضخم، والبلدان صارت عاجزة على التصدي للتحديات المرتبطة بإيجاد الموارد المالية من أجل تمويل مشاريعها لبلوغ رصيد صافي صفري من الانبعاثات؟ إن هذا العالم يبدو كما كان يبدو في وقت مضى عندما كانت الإمبريالية هي السائدة. إن دول الشمال تقترض بفوائد تتراوح بين 1 و4%، أما دول الجنوب فإنها تقترض بواقع 14% كسعر فائدة. وأين الشراكات؟ ونتساءل لماذا لا تنجح هذه الشراكات بنفس الطريقة؟ نسأل أنفسنا بالنسبة للبلدان التي ترغب في تمويل طريقها إلى الحياد والرصيد الصافي الصفري من حيث الانبعاثات، فإنها هل ستضطر إلى الارتكان إلى الغاز؟ هذا واقع، وها نحن أتينا إلى هنا وقيل لنا أنه علينا أن نطلق العنان للأفكار الابتكارية، وأن هناك إمكانيات لوضع صندوق استئماني للتخفيف فيه 5 تريليونات من الدولارات من القطاع الخاص ومدخراته، وإن كانت الإرادة في استعمال حقوق السحب الخاصة 5 مليار منها من حقوق السحب الخاصة هذه، بما يفتق كوامن الرساميل القطاع الخاص. بالنسبة لنا نرى أن هذا يستدعي تغييرا في سلوكيات البرلمانات والكونغرس الأمريكي، لأن 85% من الأصوات ينبغي أن تشارك من أجل تغيير المنظومة المالية العالمية، وإن لم يكن هناك مشاركة وانخراط أمريكية بحكم حصتها الكبيرة التي تبلغ 75% لن يحدث تغيير. كذلك كان وينبغي أن يكون هناك التزام لإطلاق العنان للتمويل الميسر والتمييزي للبلدان الهشة والنامية، فإنه ليس هناك فرصة للبلدان النامية التي خرجت من قائمة الدول النامية أن ترتقي من دون نفاذها إلى هذا التمويل التمييزي. وقد استمعنا إلى هذه الفكرة من طرف السيدة رئيسة جامعة LSE، وقد سمعنا كذلك إلى قضية الخسائر والأضرار والتي ينبغي وقفها. أود أن أحيي الدنمارك وبلجيكا واسكتلندا على طرائقهم في العمل على القبول بمبادئ التصدي للخسائر والأضرار على أنها ملحة ومسألة ضرورية من الناحية الأخلاقية، ولكن من أجل التصدي لمشكلة الخسائر والأضرار المناخية لا يمكن أن نستكن إلى مطالبة الدول المتقدمة من القيام بأدوارها والحكومات فقط، بل إن أطراف من غير الحكومات والشركات، شركات النفط والغاز، ينبغي أن تكون حاضرة في العملية اليوم إلى بلوغنا للكوب 28. كيف لهذه الشركات أن تحقق مليارات الدولارات على مدى الشهور القليلة الماضية دون أن تسهم بعشر سنتيمات من كل دولار مربوح لفائدة صندوق الخسائر والأضرار؟ إذن هذا ما نتوقعه، وإذ نفكر في ما قد يبدو عليه مثل هذا الصندوق، صندوق الخسائر والأضرار، ومن لديه الحق في النفاذ إليه، علينا أن نعقد مؤتمرا ليس فيه الدول والحكومات فقط، بل الأطراف من غير الحكومات ومنها الشركات الكبرى. ونحن نؤمن بأن الوقت قد حان من أجل العمل بالبنود التصدي لتغير المناخ. فإن ضربت باربيدوس غدا، لأن لدينا البنود المتعلقة بالكوارث الطبيعية،
نتمكن من توفير عدد من النقط من إجمالي الناتج المحلي، لأننا ستتمكن من توقيف مدفوعاتنا للديون على مدى سنتين وأن نسدد تلك الأموال في متم العمل، وما نحصل عليه في غضون ذلك هو المرونة على مدى سنتين الأوليين من أجل التصدي للمسائل المرتبطة بالخسائر والأضرار. وأخيرا، إننا نؤمن بأن البنوك المتعددة الأطراف ينبغي أن يتم إصلاحها. علينا أن نراجع اتفاقات بريتن وودز، أن الوقت قد حان بنا لاستحضار أن تلك البلدان الجالسة إلى جانبنا في هذا المحفل لم تكن حاضرة عندما كانت مؤسسات بريتن وودز قد تأسست في مجملها، ولذلك فإننا لم يسمع صوتنا بشكل كافي. وإن كنا نريد أن نغتنم الفرصة وأن نلعب دورنا في وقف الهدر في الأرواح الذي شهدناه على شاشات هذا المحفل وخدمة سبل حياة مجتمعاتنا، إذ ذاك نحتاج إلى اتفاقية جديدة فيما يهم مؤسسات المالية التي أنشئت بموجب اتفاقيات بريتن وودز. وعلينا أن نقف من زاوية مختلفة على المخاطر وعلى حقوق السحب الخاصة وعلى الطرق المبتكرة من أجل التعامل مع القروض المتوفرة من المليارات إلى التريليونات. أصدقائي وصديقاتي، إن الوقت قد ضاق بنا وإنه يداهمنا، ولكن الخيار لا زال خيارنا. عندما يطرح السؤال ما الذي ينبغي أن يفعله عندما يصبح رئيسا لجنوب إفريقيا، هل يتبع منطقة الانتقام أم بناء الدولة ومؤسساتها؟ قال نيلسون مانديلا: إني أختار أن أبني الدولة وأن أبقي على عرى هذا البلد، واختار النعمة وليس اللعنة، لأنه كان مؤمنا بأن ذلك سيحدث الفارق الإيجابي. إذن عندما يكون الخيار متاحا في كيفية إصلاح أوروبا بعد الحرب، فإن الرئيس ترومان قد وضع خطة مارشال التي أحدثت الفارق الحيوي بالنسبة للبلدان التي كانت مسؤولة على دمار كبير وعلى هدر للأرواح. ولكن بالرغم من ذلك وقع الاختيار على الارتقاء فوق هذه الحسابات. أنا أطرح سؤالاً الآن: ما سالخيار يكون؟ هل ستكون قدرتنا على الفعل أم إلى الارتكان والجمود؟ أعتقد وآمل أن نترك مصر مع فهم راسخ بأننا مترابطون جميعا. أشكر الرئيس السيسي على تعليقاته بأنه ما أحوجنا للسلام، فطالما يستمر معاناة الناس بسبب الحروب فإنه لا أمل لنا في ما هو أفضل. شعوبنا على هذه الأرض يستحقون الأفضل، وزعماؤنا يعرفون أكثر. فنحن حين ننزلق في حروب الكبرى فإن آثار تلك الحروب ستلازمنا لزمن بعد ذلك، وليس لنا قبل بذلك. ومن ثم فإن الزعماء مطالبون بأن نتحمل المسؤوليات لإنقاذ هذه الأرض والناس التي يعيشون عليها. الخيار خيارنا، فما عسانا نفعل وما عساكم تختارون لتقولونه في المستقبل. شكراً.